Yeah. Mm. Okay. What? No. Yes. Yeah. Hey. ما العب انا كلاس ما قد لعب ان شاء الله والله ما ادري يمكن لا برضه No! Ah! Ooh! Nice! Holy shit! Ah! Fuck! Oh.
Nice. No, what the? Okay, this is. Oh. Ooh. Ah! The shit. Oh. Ah! Finally. حسيت كذا نفسي ألعب فقلت خليني ألعب من وفي هناك كلهم وهاي مدري بس النت باين كويس قلت خليني أشغل ستريم واي نات نو بيج ديل بتلعب؟ ايش قاعد تسوي؟ انت صحيت اليوم واتس جيم انت بتلعب باتل فيلد حسبت قصدك انت اوكي وان مور ماتش بعدين العب باتل فيلد مسح باتل فيلد استخدم هذا عشان لسه التهبت انا وقاعد استخدم كده مضاد مو مضاد تعرف اللي تمضمض هو عالج لي لسه بس قطع لي الشفة مرقها لسه تعالجت بس مقطوع من فوق ومقطوع من تحت احرق ذناع اعوذ بالله طفش اتعالج من شيء يجي تي تاني يعني كده يصير عندك زي قطعان في الجوة يصير لون ابيض من كيف مرة يحرك اي شيء يلمس يحرك ايه فوق وتحت عوز بالله انا هو ما يعرف لسه ولا الجرعة
يطيع جرح هذا بعد ما تعالجت الليس. طفش. طلع كمان حتى هذا اللي انا عالج لي لسه ما اقدر احطه انه يحرق زيادة ويفك لي اجراح في ال What are you doing, huh? غيرت شوية لهذا حسيت كده أحلى. هذا الفريم حق الثاني اللي أول قلت حق باتل فيلد مدري عندهم اللي هي الصغيرة فقلت خلي أحطها أشوف فيها شوية حركة بس إنه أحلى حسيته أحلى كده. أنا من أول أبغى زي كده عشان فريم خفيف مو هو يعني شوف الجوانب بس إيش كده خط وفيها يعني في حركات فوق بس ما يبان عشان انا على 700 وهذا ما يبان على 1080 يبان الحركات كي تشوفها في الفريم. لاحظت عشان 700 ومدري كم اغلب الفريم مو ما هو لازم زي ما انا كنت حاط النار هذيك ما يبان ترى مو زي في 1080 زي الستريمرز الكبار السينما الكبار يبان عندهم بعدين فدفقت حالي اخليه زي كده فريم صغير فيلو حركة اوكي هي اخر مباراة فخليه شوية ازي دوت يو لوز اوكي لا والله امزح اكترم والله لاحظت لما اسوي الحركة دي القهر يطلع على طول اكسب نقاط انا زي اوه قديمي كنت بكتب زياد قلت سوري طب فاك you can't do that في واحد شوف زي كده اول من كنت ما قاعد اسجل واكتب له وقف زي كده ترى شوف زي هذا ما يسوي حسيت ناس كتير ترى اظنهم يفقدوا او يسلوا لوس كونكشن بس في والله ناس حطهم كتير لما تكتب له في الشات اول شيء ما حيعرف يلعب ترى زائد لما تدخل عليه هدف حتى لو هو محترف لما تدخل هدف يرتبك ربكة يصير مربوش ماين جيمز وبعضهم ترى يستسلموا زي كده هو هذا سلوا لوس كونكشن بس اغلبهم ترى يستسلم خلاص ما يبي يلعب احس خباسة والله مني بس في الاخير انا الفايز ركب انت ما رفضت لما لعبت بتفيد رحت نمت ولا ايه هذه اول لما لعبتها تفيت فجأة طبعك مسك هيا اه شفت كيف الرسم ما شاء الله مرة حلو والله حجوز هذا الخامس والله ما شاء الله مرة حلو قاعد اشوفه على الستريم كمان لما يكون ستريم ممتاز مية مية بنت الفيل تاني اوكي ليتس سينك هي مودرن وورفير انا حسبت اللي انت رسلته حسبت انا اللي هي هذه يعني انا اظن من زمان اعلن عنها ترى مش كده ما يعني ما حسيتها قد كده لما رسلت لي على انه تنزل اللعبه بس انه ما جابوا عنها شيء غير اليوم دحين القصه ومدري ايه اصبر مدى موفي نزل 2 3 فبعد ايش؟
ولا ما نزل 2 3؟ انا ماني فاهم، نزل مودرن وورفير 2 من زمان، طب كيف هذه فيها قصة جديدة ومدري؟ ماني فاهم هذا الشيء. أكين اكتب عربي، تعرف عربي؟ اي انا بس انا ما فاهم هذه قصة جديدة، وانا فاكر مدام وفير 2 نزل من زمان وتري كمان. طيب ايش فرقت؟ مين لاحظ كاتبين في قصة مدري هتكون؟ ما فاهم، هو ما نزل مدام وفير 2 زمان ولا ايه؟ ولا ما كان في اصلا مدام وفير 2؟ ميتك نزل 2009 عادي، نحن لعبناه. طب ايش فرقت هذا يعني عن الزمان؟ يعني حسنوها وريماستر يعني؟ هي بس بلعب واحدة هادي انها حلوة. امس انا قعدت لين بعد الفجر بعدين افتكرت وانا صاحي من صلاة الجمعة. نسيت والله، بس الجمعة ترى انا اقدر. اي بس الجمعة انا اقدر اصحى بعد صلاة الجمعة واقعد صاحي لين كده لين الفجر، لين بعد الفجر حتى كمان، بس الجمعة. لاحظت ده الشيء انا من قبل اسبوعين، يعني مثلا اسبوع كله نومي كويس، طيب اصحى الساعة 4 وانام بعد الفجر، لكن الجمعة الوحيد لما اروح الصلاة ونقضي ومدري لما ارجع اقدر اقعد صاحي لين يوم الثاني. فاسبوع اللي فات سويت زي كده، من بعد الظهر صحيت، وهذا الاسبوع جربت برضو نفس الشيء. اما مثلا اليوم او اي يوم في الاسبوع لو صحيت الظهر راح يجي لي نوم مو طبيعي الساعة 8 ولا حاجة. اي ما ادري ليه، بس الجمعة اقعد صاحي لين. بس فشكلي انا كل جمعة شكلي اقعد صاحي، بس بعدين افتكر انا تعرف الجمعة نفسي اسوي ستريم، افتكر ناروتو وبعدين ينزل هذا الانمي كاغويا مرة استغفر الله، وقتي بعد العيشة هذه الايام كلها انميات والله. شوف قناتي في اليوتيوب كل يوم انمي، بس ما عدا الاثنين والتلوت اي والخميس، بس اثنين وثلاث والخميس هي اللي ما فيها انمي. نقعد اسبوع كله انمي يعني. نو بس حيتعدل يعني مثلا بعد رمضان حيتعدل الستريم اوقات الستريم، مو زي مثل الحين في رمضان صعب. في رمضان يعني الحين بعد شويه كمان يصلوا صلاه الليل الساعه 1 لسه باقي، مو دحين يعني الوقت الوحيد اللي اقدر اسوي فيه ستريم ترى هو بعد العشاء. انا قبل نص ساعه اظن ولا 9:30 خلصت هذا سباي اكس سباي، سويت اليوتيوب ومدري كله. يعني ستريم حيكون كشفية شفت آية وتقول لي مرة اشتقت الستريم حقك ومدري اتفرج عليه من اول زي اول اديت. لو قاعدة ايام طفشانة ما في شيء تتفرج عليه مدري، فكنت نفسها تكون زي اول مثلا تقول كنت اسوي ستريم و تتفرج علي. يبغالي اقول لها لين دحين ان يعني في رمضان هو بس بعد العشاء، يبغالي اقول لها اقدر اسوي ستريم
احكي نعم. زيد هي ما يجيها نوتيفيكيشن تقول زيكم زي انت واخوك ما يجيها من الليل عند الحين تقول ما يجيها شيء ولا اشوف جوالها انا. هلدي جس هاف. Look at this, just like Hulk. والله نفسي بالأسود يعني أسوي سيارتي لون أسود. هل قاعد تتفرج حبي؟ امس كوين سلو بان عشان بيقول كم مره طاح اكتو ايش كوستريم. وكل الشخصيات يقول عليهم فلول. افزد من ذا اس شات يقول شيز 12. انا ما اعرف الشخصيات دي اروح ادور مره الاقيهم كلها بسه ومدري ايه ورا فيري. بعدين احط تويت في تويتر يشرب ويد ويقول فاك يو تويتش. يشرب ويد مستر. What the fuck. شوف لمست اخر لمسة انا كنت كابين مرة لفيت على اليمين. كويس ما ضربته.
spam in chat. Spam, you only viewer I have. Say something. قول ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تفرج؟ Make conversation. Okay. Think I'm just a streamer who entertain? Okay. حس اني امس والله كوين الصراحة. هو يبغى يلعب لول طيب بس ستريم سنايبر هم اللي مخبصين عليه ليفت اند رايت. هو يقول ستريم سنايبرز بس الصراحة وات دو يو مين مرة ستي عجيب. انا من يخلص كوين ستريم اروح على فورسي، يخلص فورسي اروح على سامت. يعني لقي سمت كده بيض ستريم اوكي لا مو يعني ما عنده زي تعرف زي فورسين وكوين. مشكلة رفعوا ضغطه يعني هو يبغى لا هو بيلعب في لول زي روكيت ليج. طيب تعرف تلعب رينكس وترفع ليفلك، لكن تخيل يجيك سمارف كل مباراة تخش فيها عشان بس يخبص عليك. يعني هو يبدأ الرانك اللي في البداية يكون الناس كلهم ترميح في لعبه، لكن اللي يدخلوا معاه كلهم محترفين وحتى يكتب له في الشات. انا اعتقد كوين ما هو هنا مرة تعبوه والله صراحة. شفته هو كوين دائما يتكلم ما يوقف كلام، دائما هو كذا شخصيته زي كي اكس كيو سي تقريبا. بس استغفر الله من كتر الستريم تعبوه امس والله كأنه شوي يعبكي ما بيتكلم كده قاعد هادي زي فورسين. حسيته والله اتدمر الصراحة. هو ما اتحطم زي كده بس بعدين قال راح اكسر كل شيء ومدري كده. 5 ساعات بس الستريم بالضبط. انا صارت رحت شفت اخر الستريم قاعد يكسر وخرج من اللعبة وسوي ستيل وبس بعدين قفل الستريم بعدين حط في تويتر انه ما يعني وزعلان على ستريم سنايبرز ومدري ايه، لانه في ناس ما يبغوا يلعب لول. هو يلعب باسيفيك زايل واو، بس انا عشان انا اسوي زي دحين زي كيستريم فانا عارف انه هو يبغى يلعب، هو مبسوط يلعب لول بس ايش ما بيلعب العاب ناس يقولوا له العبها وهو ماله نفس زي كده. هو بيشرح زي كده للناس وانا صراحة حسيت في الشات ما مرضين يستوعب بس انا مستوعب. يتفرج كان على هو يبدا الستريم يتفرج على اشياء في النت من ايه لمده ساعه ساعتين استغفر الله. بس امس قاعد يتفرج على جوني ديب كان حقت المحكمه من ايه والله عادي. حقت جوني ديب لو هو كان العكس كان زمانه ترى في يوم واحد ترى جوني ديب راح السجن وخلاص انه في القضيه ترى، لكن هو عشان الادله كلها مع جوني ديب فمعلقينها ترى. هذه حركاتهم ترى، ما اعرف ليش دائما عندهم هناك في كذا جستس يغيظ ترى. ما لازم عندهم نسبة عالية انه هو غلطان تعرف عشان ما ادري كيف شيء كذا غريب والله. ترى لو كان العكس كل الادلة اللي هو حطها وما ادري لو كان العكس والله كان انهوها ترى في يوم واحد مع السلامة. زي اغلب اللي عندهم كثير راحوا سنين في سجن ما طلعوا ما هم حسوا ولا شيء. مرة يقهر والله استغفر الله مطولين الهرج عليه. ايش كل الأدلة هذه مرة مات استغفر الله ايش يبو زيادة يعني مرة لا احنا متأكدين. اضحكني امس لما قال هو على الباب جوني ديب وشافها تعورت في الارض ما ادري. انا كوين ضحكني يقول هذه حركات اللي هم في فيمنين يسووها دائما حتى في الشارع عشان يكسبوا انه هم مساكين. ده هذه حركة دائما هم كل ما تعور ولا شيء بس انه ايش انه مصابين ومدري زي اغلبهم هناك عندهم
فهم زي كذا، هذه الحركات حقتهم ما يبطلوها يعني. هي مره عامله، مره رجلها انقطعت، كنا مره هي في الفيديو في الصوت هي ضربت رجلها في الباب ترى وتعورت. مره هو فتح الباب وعورها. ايه Alright, 7 days. Okay, alright. Okay, let's see. بس انا اتاكد من شيء، اوكي؟ ما احاول بالتخفيف. حمزة مرة قاعد يقول على ستيم سنايبر عشان هو راح استراليا. طيب مرة يقول الستيم سنايبر كلهم من استراليا، الشات كله يضحك. انا يعجبني اللي هو عامله، تعرف هذا حق البوينتس اللي تحت حق الستريمرز، حاطط اللي هي الحركات. ايه هو بس زعلان عشان وقتها. غير ريجن كم مرة ترى، راح كل البلدان في العالم، مرة سيف سناب برضه يطلعوا له، مرة في النهاية يقول مو من استراليين كلهم، يقول عشان الاستراليين ما يعرفوا يلعبوا لول، ويجي يدخلوا عليه عشان هو هناك في استراليا، ومرة مو طايق النت يقول هناك في استراليا بعد ما حول. هو كان في بريطانيا اظن، في UK، ما ادري ليه راح استراليا اخر الدنيا. البوينتس اللي هو حق الستريمر، هو انا عاجبني حاطط اللي هي حركات حق الكوبيوم ومدري ويطلع زر، الناس يحطوا يختاروا من البوينتس قديش يتفرجوا ويطلع في الستريم، مره حلو. ما عارف كيف يسويها، هو ما شفت الستريم التاني عاملينه، ما عارف كيف ايش عامل اديتنج مدري. الناس بس لما حد يتكلم مدري يحطوا زروك كمان مدري، يقول شات اب بيتش حقت ترولتش، مره كان يضحك. ولا هي دي حتى بي كونتينيو لما يموت ولا حاجة واحد يحطها، مرة حلو. زايد فيه كده 500 نقطة، 500 ألف، زي اللي هي الرول يطلع يختار في بعضهم، مرة ما يطلع لهم ولا شيء، يطلع لهم ولا حاجة ما كسبوه. وبعض أحيان بوش أب مدري، جيفت سبز مدري. أنا نفسي أعرف كيف هو عاملها. طريق مثلا أنت تضغط هنا شيء في الشات، أقدر أديك كوماند يصير يطلع لي انا مثلا الكوبيوم، يطلع لي زي حق الكوبيوم هذا كذا، مرة دايما لما يتكلم هو على طول كوبيوم مر عليه الشات، حطوا له كوبيوم. كلامه كله كذب، ما راح يصدقه. يضحي لما ينفعل ويعصب على طول يخش الشات، مدري يسبسب واحد يقول له بيرما بان، سبسب واحد بيرما بان والله سوى ناس كتير بيرما بان استغفر الله. وبعدين بعدين في مرة يروح يشوف اللي هم يسوي لهم اون بان في الستريم، ويشوف ايش يرسلوا له، ايش يكتبوا له، مرة في ناس مرة يقولوا روح موت في حريق. واحد ضحكني، مرة ريسس، مرة يسوي له اون بان، مرة الشات يقول مرة ريسس اون بان، مرة يقولوا سوي له عادي، مرة سوي له يعني عادي. بس هو دي الايام قال كلام، هو انا كلها تي ويستر ما يسكت استغفر الله، يقول بي ومدري بس كلها حريم كله خباص، بعدين دحين الدول باي. والله يا انا في البداية كنت مو عاجبني كوين، لسه ما حطيتهم زي الستريمرز اللي انت تدور عليهم في البداية تقول ايه مين هاد مطيق، بعدين فجأة تلاقي كل يوم تتفرج عليه مدري كيف. انا في وقت حالي مرة احب كوين وفورسي، مون ما داخل مزاجي في وقت حالي، حتى سامي تقريبا غريب ما ادري ليش انبسط اتفرج على شيء زي فورسي وكوين، احس كده ستريم انترتينمنت.
حقه شاتو كوب يا مول. فرس انه عكس كوين انه ما يتكلم كتير، هو هذا الشيء الوحيد اللي انا توك ساكت. ايه بس دي الايام فورسين قاعد يتكلم ما شاء الله كتير. بس تعرف ليه ارس ما يجيله بيوت كتير؟ والله احس يستحق ترى ارس. ادنى بارو كمان استغربت 5000 بيورز بس من لي اسبوع كده ما حسيت اتفرج عليه. كوك كارنيج انا مره من زمان ماني قاعد اتفرج عليه، مره من زمان ما ادري ليه. زمان كنت كل يوم اتفرج عليه، الحين مره ماني قاعد اتفرج على كوك كارنيج، مو داخل مزاجي ما ادري ما اقدر. اظن هو العاب يلعبها هو صح يحبها، طيب هو ناس كتير يتفرجوه عشانها، بس يعني بحس انا العاب دي ما اقدر استحمل الصراحه. العاب زي كده حلو صراحه، بس اني اقرا ودي كتير ما يدخل مزاج وقت الحال. يعني نسيت ده اتفرج على كويل ولا الثاني شو اسمه؟ هي صح محتاج موي. انا ارس ما شاء الله ستريم حقه واضح. طب فاك زي ويس يلعبوا سيارات جي تي اي، ارس يلعب فروزا ما ادري، ويس يلعب جي تي اي. ما شاء الله الجرافيك مره حلو. لما اروح اشوف على الزير والتانيين يلعبوا جي تي اي مو اغلبهم مو حلو جي تي اي حقهم. ويس عامل كده لون زي ما انا عامل ماينكرافت اظن شيدرز ومدري ايه، حسوا احلى. يصير الناس لما يخشوا ستريم ينبسطوا ما يتفرجوا شيء كده مره حلو، حس مفيد. رايت نسوي المهمة هذي. تو 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 تو. Okay, we need this action. إيش ما عندي رصاص. هو ده بدور عليه من اول موية بلع. اوكي سو هنا كده اي سرعة قبل ما يعني اخلي اللي بتا فيد على الاقل ساعة قبل ما قبل الطلعة يعني. ما ادري ممكن شوية احاول ما حصل شيء اسويه هنا. تاكو كمان شيك. اوه
هو ما في زومبي. مش ده أول بيت ما شاء الله فاض ولا زومبي واحد. أوه فاك نسيت أنا البوتينج. ميستري بي نسيت الشات. نفسي اعرف كيف اشيل هذا كمان. بس اضغط 5 هولكينج. شوف قديش متاخر عندك انا. مو متأخر عندك. عشان ثواني. ايه متأخر 10 ثواني. واو اوكي ذات واز او بي. ما في شيء في بيتنا. Don't. Can't go home بعدين اتعور. Nice fine. You can't shoot actually like if you want. What the fuck? فجعني ده اعوذ بالله. نايس. I get double everything. العيب الوحيد اللي انا مالي نفسي اكمل اللعبه هذه اللي ما فيها عيد كل شيء. بعدين اموت كل شيء يروح علي. الشيء الوحيد ما يعرف ليش ما عدلوه. وصلت ان شاء الله يوم 50 في السيف الثاني وفي النهايه دخلت اللعبه وموت بدون اي سبب. طحت تحت الارض. عفشي كله راح. مع السلامه. دي فيلم. كل شيء قوية مع راحت. باي باي. Zombie goat. All right, we need space. No, no. Oh, we do need. واو
جرين تي. طبعا كنت رايح للمهمة نسيت. قاعد املم لوتينج لوتينج مشكل. هذه لعبة راح العبها حتى اوفلاين ترى، لين ما اوصل يوم 40 على الاقل 30، لانه في البداية هذا كله سويته في الاول. بس هو الحلو الفوتينج سيستم يعني، زائد كمان العالم مو نفسه مختلف شي تاني دحين، بس هو يقرا تعيد كله ذاك. هو غلط مني انا اني مت بصراحة. Kind. No way. تصدق في العالم اللي قبله ايش اللي ما سويته؟ السيارة والطيار مع الابديت هذا الاخير كذا، مرة اللعبة صارت مرة احلى وشيء جديدة. ما سويت الطيارة انا، يعني ما جربتها زي ده. انا نفسي انقل اشياء هنا في دي الحتة، في نفس الوقت ما ادري حاسس ما له مو لازم. هذا مرة حلو، مع انه ممكن اسوي هنا باب جيت واقفله، بس ولا شيء يصير يقدر يدخلني هنا. نو نو اوكي، عندي 50 ثانية. فاك كمان يحط الشنطة بسرعة. او ماي جاد ريلي. بوكس وات ذا فاك، يبغى تسوي ريفرش. مرة الريلود هذا ما شاء الله حتى هنا كمان زي الزفت. عندي 13 بوليت. وات، ليه في زومبي كتير هنا؟ مرة حتى الصغار ما شاء الله ليفلهم مرة عالي.
او او ماي جاد وجع الريلود غبي ما اسوي ريلود ما شاء الله كل شيء ما اقدر اسويه Oh my... Okay, okay, it's fine. I'm not gonna die. I'm a professional gamer. Man! بكرة إن شاء الله أقدر أقتلهم هي I killed one Bitch! How? He teleported! That's cheating! Shut up, you're normal dumb. Go away! Hey, شوف لك حتى رجلي انكسرت دحين وجع حتى سني ويوجعني دحين فوتينج سيستم والله غشتها وايش هذا؟ جرب بداية اللعب ما شاء الله يجي يطلعوا لي زومبي زي كذا انفكتد مصاب هو إذا قتلتهم يطيح شيء كويس
مرة أقوي أقوى من الباس، وش كيف ده؟ يعني على الأقل نقتل عاد. Alright, two left. إذا كيف قتلت أنا؟ بوك هذا باين قريب. So close. Oh my God. Oh yeah. God. Come on. Just die. Sleep. Oh. I broke his leg. حتى ليش دي أنا مكسورة. Finally. Give my steel arrow. Yeah, sure, يكون واحد مرة سهل. Come on, give me the boss look. Oh. Okay, let's see. Yeah, that's a lot of good stuff actually. اوكي ناخد الصندوق. اه صح، لازم اعالج نفسي في البيت اول. يلا عقل نعرف الصندوق انه هنا. اوكي خلينا ناخد الصندوق. فين الصندوق؟ اه هنا. Alright, let's see. Go home actually. Oh, عندي cool down. كويس. عشان يصير هولكي ما يقدر يسوي وبس. Supply ammo هولكي.
كده فين بيتي؟ شوف فين بعيد انا؟ انا بعيد عن البيت. كل من البوس هذاك الزفت. طبعا قدام لما يكون عندي اسلحه قويه واسم جي ورشاش ومشين جن بندقيه حقيقيه هذاك البوس يموت بسرعه. حتى لو هولكينج سوى سباين هارت او بي لاك هو كان قتال وات ذا فاك. كمان بيفور ذا كول داون. Alright, first we need to fix our leg. Next we need to take antibiotic. Third. We're super hungry. أو خمسة نحيت. شو قديش فرق يعني. No. داينامايت. Alright. So, let's see, what should we sell? Oh! Okay, I don't have that. Let's make a lot of steel. Shit. Iron. Nice. Alright, let's sell all of this. Healing. Hey, you're a jack, man. Ah, let's take half of this. Okay.
علاجات مرة كثير عشان اعالج نفسي من كثر الضرب. لما الزومبي يضربك انت وحظك، ينكسر يدك رجلك شعرك، ف لازم تاخذ يا ادوية معينة، يصير عمرك ينقص، ما تيجي تضرب مظبوط، ما ادري زي كده عاملين. ما اعتقد دحين هذا عنده شيء جديد. God, a customer. I thought you might be one of the dead. Nice. All right, let's see. Ooh, iron spear. Nah. Oh. موتو سايك Much obliged, stranger. All right. Why? You just beat the boss. She's unfair. Bullshit. في بعض أشياء صعبة والله، يجيك زومبي بيج مام بور بيج مام راديشن بورك ما شاء الله. Not a boss, okay. Ah.
آه ليش سويتش تو باتل فيلد؟ هي تقريبا 11 ونص. عارف هذا اسويه بيتي ولا لا؟ انا عاجبني فيه له كذا طلع عامل كل شيء اقول بعدين ما اسوي. انه باين هذا الحته دي محميه اكثر من البيت هذا فوق السطوح كذا. امي كله قطع. الى حين السويتش. We make this. Yeah, I need to make this. You face zombie, right? زيد التراب الكبير كمان. I'll switch right now. Do it. It will happen right now. Need to do the quest. But it's night. What the fuck? أظن عادي إيش يعني يصير ممكن في الليل. الكوستات هي اللي تلفلني على الاقل. ما انا قتل زومبي كده راندوم. والله مره اشتقت للمنشار.
والديريل. Wait a minute. العالم الثاني صح موت هذا، لكن اذا كنت عندي اشياء بالصناديق مدري ايه هذه، لو كانت عندي ممكن منو يقهر الصراحة. هو المشكلة انا السبب ترى الصراحة، دخلت العالم موت. طيب بدل ما اني اروح اجيب عبشي، مت طبعا طريقة اللعبة، هم طيحوني تحت الأرض وقتلوني، فعبشي طاح، فأنا طلعت من اللعبة وقفلتها من الزعل. هو مفروض إني أروح أجيب عبشي، فلما رجعت اللعبة دخلت تاني راح قتلوني مرتين، فالشنطة كل اللي كان فيها كله راح، لأن هو لما تموت مرتين الشنطة تختفي. يعني نسبة بسيطة مني بس نسبة عالية منهم هم السبب، قتلوني كان فاضي. وبتأكد إذا أقدر هنا في دباب حقي. No what the fuck. Whoa 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 whoa. What the hell. I need the god mode. Okay this is. يصح عشان رحت god mode عشان أجيب عبشي. Oh, one second, I need to know how to do it again. Don't worry, Hulking, we're gonna play Battlefield right now. بس بفتكر كيف سويت قاد مود انا. بعدين نكمل مكان ما وقفت. ماي نوتس. اوكي ام ساد جست على النوتس. اه اوكي او ويت هاو اه ذا اوكي ناو اي جاست نيد تو تيليبورت وير از ماي هاوس Now to my bike, I mean. 99SS. Okay. Shitting! He got. نرجع البيت اول بعدين اسوي ال ماي بايك. عقب في هذه الاشياء جوا. ارجع البيت اول بعدين نشوف على التويت شو مدري. وش اشوف بعد قبل يوم 7 ان شاء الله ما عندي شيء اكتب بيك حتى كمان. ويت فين بيتي؟ اوكي
Okay, I'm gonna give this word one more try. اللعبة هي السبب ضيعت لي كل شيء. شو عريان كمان. سويت اشياء كثيرة. هذا العالم اللي انا كنت العب فيه في الستريم الشهر اللي فات. طول الشهر. خلينا نشوف ايش في بيتي على الاقل. Look at all of this. Okay, I can't say no to this one. Okay, let me take everything from here. مشكلة أنا ما the fucking zombie inside. ما عندي شيء طبقته بيه. حتى البلوك مسحوها. لاند ذس شكيه الزومبي صار له سبون جوا. غش شلون يحط الزومبي جوا مع عبشي. How much I did to, you know, it's unfair when you repeat everything, but it's fine. I'm not gonna complain. مرة جمعت شيء كتير والله. والله أنا حرام. Look. The fuck. Oh, my AK. Oh my gun! Holy moly! كويس ان انا ما بعت اي شيء من الاشياء عادي. ما عندي شوت جن. ماني فاكر حتى ايش الاشياء اللي كانت عندي تحت. ممكن هو اقدر اشوف اوقف واروح استريم اول واشوف ايش الابشن واجيبه. عندي ايش تقترح؟ اجيب عبشي حق اول بالغش ولا خلاص اكمل من اجمع اشياء ومدري ايه من الاشياء اللي عندي؟ الاشياء اللي جمعتها كذا وبس، وبعدين احاول اجيب الاشياء تاني بدون ما مثلا اسويها اد ايتم ومدري ايه. وصح قاد موت. خليني اقفل. عندي سايلنت. جماعة اشياء مرة كثير. اوكي ام سوري ام نوت غانا ريبيت اني ثينغ. اذا فين شو الاكل اللي عندي ده؟ هاركينج what do you suggest? هنا
معنا هذا. هنا هي the fuck. برا عندي سايلنت اكيد عندي. عندي الاكس كاكس I need food. We need to get everything back in here, especially.
Fuck, I don't have any money to. Yeah, I don't have any clothes. Wait, what? Where is my clothes? It's fine, it's fine. Wait, what? Oh. Very hot. Hacking. Come back. Please. You need assistance? I really do. Okay, we need armor. It's not cheap.
Thanks for shopping here. Come again. Oh, I can make a full armor action. So I only need the I may have what you're looking for. I have a quest. Make the armor. Let's make it hard. Thank you.
the worst. It's day 7. Put to where? We need bullet. We need this. Let's drop everything. Where do I put this? Something else. So that's good.
No! Ooh! Hey, that's unfair! Please no! All right, that's enough.
Justice! He sucks. Just like Hulk. Cause he leaps all the time. Good stream, GG for today. See you later, everyone. 2 hours after so many months. Okay.